الطاقة زمان كانت حكر عند عدد من الأماكن اللي ربنا وهبها هذه الطاقة، ولكن الطاقة دلوقتي بتعتمد على أشياء تانية خالص غير اللي يعني العهد السابق، يعني ممكن نقول أو الجيل الماضي من الطاقة. النهاردة الطاقة طاقة شمسية، طاقة رياح، طاقة هيدروجين أخضر، طاقة متجددة بنقدر كل يوم نبتكر فيها ونطور فيها، والمصري طول عمره عظيم. الخبر اللي عندنا بيقول ان في مركز اسمه مركز بحوث وتطوير الفلزات، هذا المركز تابع لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي، قدر ان هو يعمل من خلال فريق بحثي من قسم الموارد الالكترونيه والمغناطيسيه في هذا المركز انه يوصل لنتائج ناجحه من اجل ان هو يطور طبقه نقل شحنات موجبه للخلايا الشمسيه باستخدام بعض المواد. صحيح يا مصطفى، الحقيقة أنه إحدى المجلات العلمية العالمية تكلمت عن هذا البحث وأكدت على أهمية النتائج العلمية اللي قدر يوصل ليه، واللي هيكون ليها مستقبل كبير أيضا لدعم منظومة الطاقة الجديدة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا البحث وعن هذا الملف تحديدا اللي خرج من مركز بحوث وتطوير الفلزات من دكتور إبراهيم محمد غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات. صباح الخير لحضرتك يا دكتور، نورنا. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور، وبالتأكيد يعني نقلة جديدة في مجال الطاقة الشمسية. عايزين نبسط للسادة المشاهدين المصريين قدروا يعملوا إيه أو يطوروا إيه تحديدا فيما يتعلق بخلايا الطاقة الشمسية. وطبعا يعني حضرتك يعني قبل ما نتكلم عن البحث من الناحية العلمية لازم نشير إلى أهمية البحث ذاته. البحث ذاته هو نشر في مجلة اسمها Scientific Reports، دي تابعة لمجلات النيتشر، كان بينشر فيها الدكتور زويل. كل أبحاث الدكتور زويل اللي حصل على جائزة نوبل فيها كانت أمريكية المجلة؟ تبع النيتشر. أمريكية المجلة؟ هي دار النشر موجودة في الولايات المتحدة يعني. فالمجلة نشرت هذا البحث، ومجلة اسمها البي في. البي في دي مهتمة بالناحية الاقتصادية للطاقة الشمسية، يعني البيزنس وايس يعني. فهي رأت إن هذا البحث له أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية، فوضعت لي خبر على الصفحة الأولى في المجلة مما يشير إلى أهمية هذا البحث. عظيم. تاني حاجة إن إحنا يجب أن نشير إلى أن مركز بحوث وتطوير الفلزات له رقم واحد على مستوى أفريقيا في الأبحاث التي تتعلق بخلايا الطاقة الشمسية في مادة البروفوكسايت اللي هنتكلم عنها. والدكتور احمد مرتضى لازم احييه لان هو القائم على البحث، وهو ايضا رقم واحد على مستوى افريقيا في ابحاث الطاقه الشمسيه باستخدام البروفوسكايت. طيب علشان يعني نخش للساده المشاهدين، مش عايزين نخش في مدخل علمي معقد، يعني لازم الموضوع يبقى سهل وبسيط شويه. فعشان تبسيط الموضوع لازم حضرتك نتكلم عن الطاقه الشمسيه ومصدرها. أول حاجة في ظاهرة علمية اسمها الفوتوفولتايك أو الفوتوفولتية باللغة العربية. الفوتوفولتايك دي لما الطاقة الضوئية، الضوء له طبيعتين، طبيعة موجية وطبيعة جسيمية. الضوء يتكون من جسيمات اسمها فوتونز. الفوتونز دي لما بتسقط على أسطح بعض المواد فبتعمل استثارة اكزيتيشن للالكترونز، الالكترونات اللي موجودة على السطح، وتؤدي إلى أنها تنبعث. فلما تنبعث يمكن تجميع هذه الالكترونات وتوليد التيار الكهربي. يبقى دي الظاهرة الأساسية لظاهرة توليد الطاقة الكهربية باستخدام الضوء عامة وضوء الشمس طبعا على وجه الخصوص. طيب القصة بدأت إزاي؟ يعني حضرتك البداية الطاقة الشمسية أو خلايا الطاقة الشمسية هو السيليكون. السيليكون مادة جميلة جدا، وهي بتستخدم لغاية دلوقتي، وهي السائدة يعني الاعتراف بالحقيقة، هي كل معظم محطات الطاقة الشمسية في العالم ومنها محطة بنبان طبعا في مصر هي بتستخدم خلايا السيليكون. طيب السيليكون مادة كويسة ولكنها التصنيع بتاعها صعب جدا، هي بتصنع اصلا من الرمال البيضاء. الرمال البيضاء، لكن عمليه التصنيع بتمر بمراحل كثيره ومعقده، فتصنع في بعض الدول على وجه الخصوص، يعني المانيا، الصين وهكذا يعني. فبالتالي هي ماده
ممكن تقول هي موجودة بس ممكن تبقى غالية الثمن أو تصنيعها صعب. فعلشان أي دولة تقوم فيها صناعة طاقة شمسية يجب أن يكون عندها صناعة الخلايا الشمسية من سكراتش، يعني من البداية أول من البداية خالص لغاية المنتج النهائي. فمن هنا خرج لمادة البروفوسكايت. البروفوسكايت دي مادة طبيعية موجودة في الطبيعة، مادة غير عضوية موجودة في الطبيعة، واكتشفت سنة 1839 وظلت يعني الناس يعرفوها بس ما بيستخدموهاش لغاية ما جاء عالم ياباني من حوالي 10 أو 15 سنة اسمه ميازاكي. ميازاكي ابتدى يستخدم البروفوسكايت كمادة لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية. طب ليه؟ يعني ده استعاضة عن السيليكون، بديل كبديل بقى للسيليكون. البروفوسكايت كبديل للسيليكون. فالبروفوسكايت ليه هي بتستخدم لتصنيع الطاقة خلايا الطاقة؟ لأن هي مادة لايت ابزوربر، تستطيع امتصاص الضوء، فبالتالي بيحصل لها استثارة، تنبعث منها الإلكترونات التي يمكن تجميعها على شكل تيار كهربي. ومن هنا بدأ الأبحاث بتاخد منحى جديد في استخدام البروفوسكايت لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية. احنا بنعتبرها هي الجيل الثالث لصناعة الخلايا الشمسية. الجيل الأول هو السيليكون، والجيل الثاني هو الجرمانيوم. الجرمانيوم برضو كويس جدا بس غالي جدا، فليه استخدامات يعني محدودة زي في سفن الفضاء. المادة اللي حضرتك ذكرتها، لكن البروفوسكايت مادة رخيصة جدا ومتوفرة في الطبيعة وتؤدي نفس الغرض بنفس الكفاءة أيضا. أنا هاجي لحضرتك، يعني هو يعني إن بروجريس، يعني هي دلوقتي الأبحاث بتتركز من 10 سنين على استخدام البروفوسكايت في تصنيع خلايا الطاقة الشمسية، والعلماء يأملوا إن هي تخش في الإنتاج الكمي بقى الماس برودكشن في نهاية 2030 أو 2035 على أقصى تقدير. يبقى في السوق في خلايا شمسية مصنعة من البروفوسكايت. طيب البروفوسكايت كان ايه مشكلتها؟ يعني ليها برضو يعني لغايه دلوقتي بتواجه مشاكل. هي ماده الثبات بتاعها مش كتير، فهي لو صنعنا منها خلايا شمسيه ممكن تقعد 6 شهور وبعدين يحصل لها تردي او ديتريوريشن، فبالتالي لكن السيليكون مثلا بيقعد 20 سنه و 25 سنه، مده طويله يعني. طيب الابحاث بقى جاريه ان انا احسن استخدام البروفوسكايت لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية. الأبحاث اللي قبل كده، علشان حضرتك تصنع خلية شمسية لازم برضو نوضح للسادة المشاهدين إن الخلية هي مش طبقة واحدة، الخلية بتبقى 4 طبقات. طبقة خارجية من الزجاج الشفاف عشان هو يسمح بنفاذ الضوء، غالبا بيسموه الـ ITO glass، الإنديوم أوكسيد، مبني على الإنديوم أوكسيد، بقى هو كوندكتيف بيوصل الكهرباء ويسمح بنفاذ الضوء. الضوء لما بينفذ بيمر على اول طبقه، هي طبقه بنسميها ايه في الخلايا العاديه ريجولار، بنسميها الطبقه التي تمتص الالكترونات، الكترون كراكترز او الكترون ابزوربر، بتمتص الالكترونات. الطبقه اللي تحتيها اللي هي طبقه لو في السيليكون يبقى السيليكون نفسه، أو في البروفوسكايت يبقى البروفوسكايت اللي هي بنسميها الطبقة اللايت أبزوربر التي تمتص الضوء، وتحتها بنحط الطبقة التي تمتص الشحنات الموجبة أو اللي هي الناقلة للهولد، الهولد ترانسفير ماتيريال أو المادة الناقلة للشحنات الموجبة. وفي حالة البروفوسكايت مرت ب3 مراحل. أول مرحلة استخدموا مادة بوليمرية، بوليمر البوليمر شغال كويس جدا بس غالي جدا، يعني جرام ب $500. تاني حاجه ان هو تحضيره في المعمل صعب، يعني عايز احتياطات كبيره جدا علشان يتحضر. فلجأوا الماده البديله اسمها هي ايه؟ سيوسيانات الكبر، كبر سيوسيانيت. الكبر سيوسيانيت اشتغل كويس بس بيقابل برضه مشكلتين، ان هو اذا ارتفعت درجه الحراره فبيحصل له تحلل، فبيحصل له تحول ايونات الكبر اللي هي الاحاديه الى ايونات الكبر الثنائيه، فبالتالي قدرته على العمل بتبقى على امتصاص الشحنات الموجبه بتبقى بتقل خالص.
وكمان بيعمل اكزيرشن بيؤدي الى ان في سيانايد بيطلع من الماده نفسها. سيانايد ماده توكسيك، ماده سامه. يبقى عندنا مشكلتين كبار جدا بيقابلوا الكبر سبب سيانيد بيخلينا ما نقدرش نستخدمه. لا خلينا احنا في الماده اللي احنا اكتشفناها. ففي الاخر جه بقى الدكتور احمد مرتضى فبحث عن ماده بديله للكبر سبب سيانيد واستخدم لاول مره. هي دي بقى الصبغه بتاع الدكتور احمد، اني على مستوى العالم كله اول بحث يجرى على مستوى العالم يستخدم فيه سيلفر سايسانيت كماده ناقله للشحنات الموجبه في خلايا البروفوسكاي. وده ممكن يعمل نقله في العالم كله. هو اكيد اكيد هي من نقله كبيره. ما كانتش مسيرتها دي المجال الامريكي. على مستوى البحثي وعلى المستوى البيزنس، على المستوى الاقتصادي البحث ده هيعتبر بحث اساسي. نقله. نقلة كبيرة جدا. العلماء هيشتغلوا عليها يعني حسنوها، بس هي تبقى البيز بتاعهم ان السيلفر سايلنت. نقطة الانطلاق يعني. انطلاقة كبيرة جدا. السيلفر مادة لها ثبات حراري عالي جدا، يعني لغاية 200 درجة مئوية، وطبعا يستحيل ان الطاقة الشمسية تتعرض لدرجة حرارة اعلى من 50-60، فهي فيها ثبات حراري. صحيح. وبتشتغل. هي دكتور انا سعيدة جدا يعني باستفادتك في شرح من اول فكرة الخلايا الشمسية وتكوينها، وحضرتك تشرح لنا بشكل علمي وبسط ايضا. هل تواصلتم مع اي جهة مصرية حكومية من اجل تطوير هذا الامر؟ هو قال جامعة اوكسفورد، هو قال عدد من الجهات الأجنبية المانحة. مصر اللي طلع منها بحث مصر يصعب عليا. تمام. يصعب عليا ان بحث مصر زي ده ممكن يتعمل بعد كده تبقى الخلية دي مكتوب عليها ميد ان ايجيبت وتتصدر العالم كله، يبقى عملها مصري. اكم من الابحاث اللي عملها مصريين وطلعوا بره ونفذوها. انا معاك ان في بيروقراطية في مصر، ومعاك ان ممكن يحصل تعطيل، ومعاك ان ممكن، لكن ما لا والله حضرتك هو بس الدكتور احمد ما وضحش حتة ان اللي الخلايا الشمسيه يجب تجميعها في حاجه اسمها سولار موديول. بانل بنجمع فيه، يبقى البانل مثلا فيه 20 خليه. ده علشان اجمعهم احنا في مركز بحوث وتطوير الفلزات عندنا التالنت ان احنا ما بنكتفيش باللاب سكيل. احنا لازم مع الدكتور احمد هنحول اللاب سكيل ده ل يعني تبقاش على نطاق المختبر فقط. لا موديل هناخد منه، هنجربه وناخد منه كهرباء ونعرضه على الجهات المهتمه، مثل هيئه الطاقه الجديده والمتجدده. بالزبط. طبعا الاكاديميه عندنا بتدي تمويلات كويسه. طبعا الهيئه العربيه للتصنيع، لان هم في الهيئه في مصنع لانتاج الخلايا السيليكون بس تجميع وليس تصنيع. بالزبط. فلو قلنا لهم لا ده في تصنيع ما حصلش اصلا اي. هو احنا لسه، لان البحث لسه يعني قيد التجربة لسه خارج، فاحنا بس هنصنع الموديول كموديل وهنروح للجهات وان شاء الله يبقى فيه يعني خبر كويس عن انتاجها في مصر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا يعني احنا طول الوقت بنقول مصر ولاده، واحنا يعني يمكن دورنا ان احنا نسلط الضوء طبعا على كل هذه الانجازات، حتى لو كانت انجازات بحثيه وعلميه موجوده حتى الان فقط على الورق، لكن الورق هو اللي بيوصل لأكبر الإنجازات على أرض الواقع. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور إبراهيم محمد غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، نورتنا. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا. شكرا لك يا دكتور. شكرا. وبنأكد إن إحنا معانا بحث مصري استطاع إن هو يطور من عمل الخلايا الشمسية ويوصل إن أكتر حاجة تبقى مكلفة في الخلايا الشمسية اللي هي مستقبل الطاقة في العالم كله لو السيليكون، إن إحنا نطورها بمادة بديلة. بحث مصري قدر يعمل الكلام ده، اتنشر في مجلة أمريكية، جامعات أوروبية بتحاول أو غربية بتحاول إن هي تعمل الكلام. محتاجين إن احنا نطور هذا الأمر، يبقى عندنا معمل خاص لتطوير هذا الأمر على المستوى البعيد عشان نطول مدة الست شهور. ومحتاجين أيضا إن الخلية دي تطلع باسم مصر ويكتب عليها صنع في مصر.